Oh my God. Oh my goodness. I wish you are here to share it with me. يا ريتكم معاي تدوقوها. صراحة بتصدقوش طعمها. الحمد لله. سبيجيري سكواش، شايفين؟ يعني هذا مكرونة القصة زي المكرونة. هذه حطيت عليها زبدة وملح وأكلتها. شوفي شو بتعملوا للجداد، بتقسميها من النص، بتشيل البزر من جواها وبتحطيها هيك. حطيتهم هيك وأكلت هاي. وهذه خضرة، ها شايفة؟ هي بصراحة بموت أنا عليها. شايفة كيف لما تشوى؟ ليش اسمها سبيجر سكواش؟ لأنها زي المكرونة، شايفة؟ طلعي ما بتفرقيها عن المكرونة، شفتي؟ تعمليها بتحطي عليها صوص زي المكرونة العادي، بس أنا صراحة بحبها بالزبدة والملح، أو بحبها زي السلطة. هلا بورجيكم. يعني كل ما تشيل لبها بيطلع منها مكرونة، شايفة؟ صحية وطيبة. طلعي ما أحلاها صراحة، أنا كتير بحبها، شايفة؟ فيك تحطي عليها المكرونة الصلصة، تحطي الألفريدو، أنت حرة. أنا هاي بورجيك كيف بسويها. هاي شايفين سبيجر سكواش؟ هاي مكرونة سبيجرسي. I bake it and don't bake it to be so mushy. Bake it like for 40 minutes. حطيها بالفرن 40 دقيقة. أنا الصراحة كتير بشوفه بغيب وبرجع لها. شايفة؟ هي جاهزة، هاي هي. تقسميها بتحطيها بالفرن نص ساعة. بتطلع لك هيك، شايفة؟ هلا أورجيكم شو راح أسوي. شوفي شو راح أسوي فيها. أنا هيك جا على بالي، أنتي سوي اللي بيجي على بالك. شايفة؟ عندي مخلل فرمته. بندورة، بصل أخضر، خيار، بقدونس، الملفوف الأحمر، هاي البصل، نحط عليها معصور ليمون، ملح، معلقتين زيت زيتون. I'm gonna add two olive oil. I diced onion, cabbage, red cabbage, cilantro. Tomato, pickles, and scallion, green onion. And now I have four. We love olive oil. See? They call it summa. It's like lemon zest. Now, we're gonna mix. Oh my God, the smell. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. See how delicious? Oh my God. Oh my God. Oh my goodness. Look, so this is vegetable. شايفة؟ حطي كله منها، ما تخلي عليها اشي. شفتي؟ احط عليها شوية زيت زيتون. Some olive oil and some salt and I'll be back. I wish you are here to share it with me. يا ريتكم معاي تدوقوها. صراحة بتصدقوش طعمها. هاي ممتازة، شايفة؟ بس بدك بروتين. إذا بتغلي معها بيض مسلوق بيبقى ممتاز. العصر جسمك بقلب على الكيتو. شو عرفك؟ لأنه بصير جسمك يحرق الدهون. شو معنى كيتو؟ بصير يحرق دهون. كيف بعرف؟ من النفس. النفس اللي بيطلع ريحة الدهون لما تنحرق في جسمك. أوعكي تخربشي بالكربوهيدرات ولا الدهون، ابعدي.
شو ما أذكيها بصراحة بتشبعيش منها. See with this meal you need eggs. You have two boiled eggs or chicken, piece of chicken or ground beef. It'll be perfection because you add to it protein and protein will carry you a long way. See, look. And you have healthy fat, olive oil. Oh my goodness. See, every bite I have to go because it's بس هذه صراحة بنقصها بروتين. هحط عليها بيض. Oh my god, والله delicious. Some black pepper. Completely. See, you have protein, you have healthy fat, you have veggie. Yummy, yummy.